السلام عليكم. هلا السلام عليكم. يا هلا وسهلا. السلام عليكم. هلا وسهلا. كيف حالك؟ والله مو كويس. طيب يا جماعة هذا في اليوتيوب بتشوفونا قبل أي شيء بيصير بيننا. دحوم صديقي وأنا صديق كلنا أصدقاء. لكن اليوم والله العظيم من هذه. أحمد أنت تحديت ركان خلص تحديك. جاوب. صم اكفر. لا خليه يقرعني. والله العظيم. ولكن ورب الكعب إنه في المقابل 10,000 ريال. احنا وش اتفقنا اخر مره؟ تحدي شنب صح؟ مو معطيك. قول والله. والله العظيم. والله العظيم. والله تم. تم. سلم. اعطيك واحد. اعطيك تحدي. انت تحلك شعرك. ما في مشكله. بس. بس. الشنب والدقن. والله يروح. بطقك. كل شيء يروح. قاعد طقطق طقطق. والله انت قاعد تقطق تقول لا والله جد عادي ما عندي مشكله اشيل الشنب والدقن اللي فزت انا احلف برب المصحف سب ايات وفي مصحف لا احلف بس اسلم بايات لا خليك احمد خليها شعر وجه اول تحدي يعني مع الدقن مع الدقن ممتاز تمام لحظه انت كذا يعني طلبات كثيره ليش قاعد تسجل طيب عشان ارتب مع اخوتي والله طيب اصبر يعني دقن دقن تحدي دقن تمام تمام خلصنا شنب آه. احمد ما يصير كذا مره واحده يا اخي اوريدي مشلول هو حلوه عرض واشيله كله مره واحده يعني تبغى تحدي ورا تحدي ورا تحدي اي بسم الله الشعر اقسم بالله لا اصبر ورب الكعبه هذا انا احلف والله قلبي يدق والله تعافى يدق والله انه يدق احمد بحياتي كلها ما قد شلت شعر دقني تدري منطلع والله نفس الشعر يا جماعه الخير بكل اختصار ولا راح نطيل عليكم التحدي كالاتي راح اختار لعبه ودحوم راح يختار لعبه راح انزل له فيها وهو راح ينزل لي فيها اذا فزت بلعبتي وفاز بلعبته في فاصله واللي يفوز بالثنتين ينتهي التحدي على طول التحدي الاول بيكون الدقن صح التحدي الثاني بيكون الشنب صح عاد الثالث يكون الشعر دحوم قاعدين وين وكثير عادي عاد بعد مشكله ودي اجرب ودي اغير صامل يا عيال بلايين صامل طيب عموما ولكم بالطويله انا متوتر حتى ماني قادر اركز في المقدمه بس ابغى اطلب منك طلب عزيزي المشاهد رمضان كريم وكل عام وانتم بخير دخلنا شهر الخير الله يعيدنا عليهم وعليكم بالصحه والسلامه اللهم امين انا الدحوم تحصلونها تحت هذا بينزل تحدي بقناتي بينزل تحدي برضو بقناتي لكن الطلب بسيط اللي بطلبه منك الان فقط احتاجك بما ان شهر خير وانا والله العظيم الشيء بيفرحني تاكد انك ضغط اشتراك وضغط زر اللايك والله تفرح واستكس بيو فرل خذ لايك بشوف نسمي بالله تروح تثبت بتصرح على لعبه كلام ولا ما راح تصرح لا الان انا بتفاهم معك بالسكوب شروط التحدي نستقبلكم اياها اهم شيء ان اللعبه اللي انا اختارها ودحوم اختارها كلنا نعرف نلعبها يعني لعبه ما يشطح مثلا يقول لي لول ولا انا اجي اقول مثلا باتل فيلد لازم لعبه كلنا نلعبها واضح طيب صوره قبل وبعد طيب يا اخوان الجيم الاول والتحدي الاول من جهتي انا لعبه يلعبونها الاثنين فورتنايت هذه اللي اخترتها نظام التحدي افير فول كالاتي فورتنايت 1 في 1 الله الله من خمس قتلات زيرو بيلد بيلد بنايه خمس قتلات طيب. واضح واضح العب اللي تبي تلعب سنايبر تلعب شوت جن بس طبعا الار بي جي والميني جن هذه الاشياء او بي ما تمام اسلحتي واسلحتك كلها اسلحة طبيعية موجودة في الجيم. تمام. ممتاز؟ تمام ممتاز. اه يا احمد انا شوف انا ماني مهايطي من الركان ماني بقول لك والله ما تشوف بالدقن ولكن بنشوف. الحين اقسم اني توترت يوم دخلت صدق ادري ايش في اذا توترت الايم يضيع. وشو؟ اقول الايم يضيع اذا توترت انا. هو شوف الايم ماني بخايف منه انا خايف من البناية فاذكر ذيك مرة قد لعبت معك 1v1 وكان ايم يخوف بس بنايتك تخوف انت بعد صدق. زوم زوم الله يعين والله. والله زوم العب. كذا ماني متوتر قاعد ادور على الماب. ممنوع هيل ها؟ دحوم يما هذا يخوف دحوم وشو؟ السلاح اللي معاك بس الحين ليش ماخذ سكن فيه دقن طويل؟ ليه؟ ما ادري بنجر صفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم شنقاوة لا يا حسيت انه كذا سكن هذا ما ادري صديقي احمد مزوم محمد ثواني شوف خل حمي شوي يلاك واحد حمي شوي بسم الله اول شيء هذا تحدي يا عيال للوناسه ويعني بسم الله نبدا واحد اثنين ثلاثه الوب
ايش تبيني من حديد؟ ليش قاعد يبيني من حديد؟ اصبر دقيقة 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 اصبر 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 خليني بغيره دقيقة 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 هو ما بيصبر العب خلاص يا كلب كذي احس صاير كني بوت ما تهين ما تهين ممنوع 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 ايه ما هي ايه طلعني اقسم بالله نهيلي 60 ها 60 بدون شيل يلا العب ممنوع تهين ممنوع ما هيون العب شلون ما مت؟ شلون؟ شلون؟ دمي عشرة ايمك ايمك واهين ايمك احباده في عشره جيت رقص فوق رقص فوق تعال فوق انت بسم الله تعال يلا يلا بسم الله انزل ما في مشكلة ما في مشكلة لا فيرف ركز معي يلا والله العظيم يا فيرف يلا والله العظيم يا فيرف لا العب بكل ما اوتيت من قوة الان يلا بسم الله يلا تكفى لا ما تعرك يا تكفى بسم الله ما تعرك يا احمد ليش ميوت احمد ليش ميوت احمد شو امك تسوي حركه محترفين يا الكلب دم العب احتاج يا عيال يدي قاعد تخب يدي قاعد تخب يعني يدي قاعد تخب يدي قاعد تخب يدي قاعد تخب اني ضايع يدي قاعد تخب يا فيل يدي قاعد تخب يدي قاعد تخب طب انا قاعد ارجع ها يدي قاعد تخب يدي قاعد ارجع يدي قاعد تخب تعال يلا لا غلط بالبناية بنايتي موسم الرابع تبي ولا ما تبي اوه فجأة كلش انا ليش ما ابني عندي هرم ما تسوي بي جاس ما تسوي بي جاس
جاهز؟ جاهز. الله يقطع أم الخير يا شيخ. يا بزر كسر وشو يا بزر كسر سوري تبي. لا يا وينك؟ لحظة ليتس جو. الو تسمع الصوت هذا اللي بيجي شوي. لا لا لعب نفسي كثير والله. كم يا عيال؟ اخر راوند اخر راوند اخر راوند اخر راوند. يا بزر اعلمك انا يا كلب جيت عندي. اصبر لا احمد احمد اصبر احمد طلع لي حق الفيديو بالغلط اصبر لا طلع لي حق الفيديو لا لا احمد رمزان رمزان والله طلع لي حق الفيديو اقسم بالله والله مشكلتك والله والله مشكلتك والله مشكلتك والله مشكلتك يا دحوم لي والله لا باقي جيم رب الكعبه تحدي على الدقن بعدها الشنب ايش تبي ايش تبي الو الو دحوم والله نعم الو انت وياه الو بشيل امي دحوم تقوم 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 لي دحوم بدون ما دحوم تقوم عشانك جيم واحد باقي طيب دحوم تسمعني ايه اخترت لعبتي حلو طيب الان دور لعبتك وتذكر لعبه انا اعرف العبها وانت تعرف تلعبها مو بلعبه شاطحه مره شات وش رايكم بكود دام ان احمد يعرف يلعب كود وانا اعرف العب كود ما اعرف العب كود بس عادي بابا واف لا تعرف تلعب كود احمد احمد انت لعبي اسمك محنط في كود فور لا لا لعبي سيء مو بمره شونج سعودي شونج اكس بونج بس انا افضل يعني تبغى فيفا ما عندي مشكله فيفا لا كود فيفا ما اعرف العب يلا عاد دامك ملزم والله عشان يعني نبغى نمشي الدنيا احمد كود اكيد تم ورب المصحف تم تعال اشوف بقول لك اصول التحديات بشكل عام اللعب تشيبمنت اذا بتلعب كود لعب تشيبمنت ما ينفع نلعب سيرش كل شيء عالي ولا دومينيشن ما في حد يلعب تحدي دومينيشن اكيد فهو نظام بيني وبينك انا ما اقدر اجيب تيم وانت ما تقدر تجيب تيم صح فلو بنلعب 1 في 1 من 30 ذبحه فري فورول لعب اسلحه تبغى اللعب يكون كله اسلحه تبغى ذبحات اسلحه ذبحات سنايبر ممنوع استنات ممنوع فراقات ممنوع شوتجن ار بي جي يعني هذه الاصول طيب عادي نخلي اخر ذبحه لازم سنايبر اصبر تبي اخر ذبحه سنايبر قصدك بس ايه؟ تم بسم الله التحدي الثاني فري فور اول 1 في 1 انا ضد فيفا من 30 ذبحه واخر ذبحه سنايبر اللي يفوز اذا فزت انا انت التحدي اذا فزت انت معناته في فرصه جاهز جاهز توكلنا على الله بس اذا رميت فلاش ولا جرينيد بالغلط اعذرني لا ما بعذرك والله والله ما اعذرك والله يا الغدار العب 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 القهر وش بتقعد تزلي هناك القهر دقيقة بيركات يا عيال بيركات دقيقة إيه بيركات 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 ضبطوك يا عيال بالأسلحة وش بعد ضبطوا السلاح ما ضبطوا بيركات قطع أم القهر يرفع والله واضح الدقن بيودع بدري والله شكله يا ولد يقول زبنات بلي قاعد يسبن الله يقطع بالكرتون الله يقطع بالكرتون القم لا وش دي رميت انا بالغلط رميت شي في صندوق الله يقطع ام القهر
يا احمد اقسم بالله لعبك يقهر. هتموت ايمي زفت. والله كذب هذه، شلون ما مت؟ يا حبيبي ما اقدر اتكلم ولا العب حماس. اخي حمار انا والله، والله اني حمار. لا علقت الذي تعملك ايمي 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 ايمي. خلص لاحق عم الكهر. بسك مناقص يا الارنب. قام دمج انا. هجت اصلا. في عقص. الحمد لله الحمد لله حمك الله في اللعبة في الحقيقة قصدي. يقطع أم الزبنات يا أحمد ولعب الأرانب هذا. بسك لعب أرانب ولي اخذ كفر. وانت ايش قاعد تسوي طول اليوم؟ تكفو ايش قاعد تسوي؟ ايمي ضاع فيه. تعال اذا احنا تعال الله يقطع اطب عليك المره انا زي السبب. يو اي في مسموح؟ مسموح يا رجل. تبيها كذا طيب. ان شاء الله نجمت على السيف اللي طلع. خرمني. يا احمد شو عرفت اني انا هنا؟ وشلون؟ وشلون؟ طلع معي رادار. ام الام اس اس. ام اس اس. ام اس اس صح صح. طيب احمد اجيك. انت بتشغل رادار طول الجيم توني انتبه. اخر جيم اخر سنايبر اخر ذبح سنايبر. ما عندي سنايبر. اصبر اصبر ببدل ثواني ببدل. ما دخل اذبحك ببدل اصبر. والله تحرق يا احمد زعل. سنايبر ما يمدينا يزوم فيه زوم سريع يا اخي. مستحيل ما يزوم السنايبر. والله مستحيل. تعال لا تعال 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 تعال.
دحوم تعال تعال بيك تعال 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 الآن يلا. والله ما يجوز ابو شاي. وش سويت ليه؟ لا يا اخي والله ما رحت ما اقدر اتقبل وجهه في رايد عادي. يا ويلي احمد والله كثير عادي. طيب اسمع احمد طيب اسمع اسمع انا تمسحها بوجهي. جا 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 روح يبغى يكلمك. روح يبغى يكلمك. اسلم وش تكلم اتكلم ايه احمد انا ما ادري ان الرادار انت حاطه كونستنت ما ادري وش حاطه بالماب اول ساعه طالع الرادار فوق طبعا لك طلعت الرادار يوم حطيت الريواي في شدني. طيب علمني انا قايل طريقه اللعب الاول معقوله ما بطلع الماب طول الجيم. والله المطر مو بفطر مع ابو رمضان مو منطق. والله مو منطق مو منطق. مين يكلمني؟ قاعد يكلمك رايد. رايد بتكلمه ايه رايد فيرفل كيف بتقبل وجهك من رمضان؟ شي والله صادق اقطعه وجهك بيصير زي بطني يا فيرفل. فيرفل بتصير زي عدل. عادي عادي عوافي عوافي اول مرة حياتي. اسمع شوف مالي انا بحاول اني اشوف اذا تفطر عندي بعدين لازم تترطم. والله ما راح اتقبل كذا ابدا مستحيل. طيب رايد اسمع املط ونظاره. رايد عادي عادي طلب متقبل. اي والله متقبل بس اسمع احمد طلب. بسم الله استنى 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 بسم الله استنى استنى بس طلب وش ذي؟ ما دخل. لا عادي تبي تشيله شيله بدون ذي. طيب بس بشرط احمد تكفى. انا احمد لا 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 جد جد اكلمك موضوع جد احمد بسميات. انت الان بتحلق لي صح؟ إيه؟ انا خسرت التحدي صح؟ إيه؟ سوي شيء بزلفي سوي شيء بشنبي. لا يا احمد صدق دقن دقن يعني وين شوف هذا كامل. إيه؟ تبي سكسوكه ما عندي مشكله تفله. لا تسوي شيء تفله شيله كله. اي بس لا تسوي شيء تفله لاني ببقيها تم. احمد طب عادي شيله بذا بدون ابجرب بذا كل شيء. بسم الله شيء. طيب ما في شيء يغطيني بيطيح على هنا تحت. اما عاد مو حلاق عاد. يا جماعة السلام عليكم. اللي يبغى الملابس باور الجديدة طلعت لكم صورها على الشاشة. متجر باور موجود تحت. الرابط موجود توها نازلة وكمية محدودة. بسم الله. احمد احمد دقيقة 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 سر 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 بسم الله. احمد احمد خلينا نقول لا اله الا الله. خلينا نشوف قبل شوف قبل الان بعد تبغى صور قبل وبعد. بسم الله. بس انا بشرة ما لها دخل. هذه ما تشيل اصبر زيدها. لا كني هارلي. لا 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 والله حلو دحين. والله حلو رب القهر. اسمك لا 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 ما شفته ما شفته ما شفته ما شفته ما شفته وش ذا ما شفته كويس رب القهر. اقسم بالله اسمك مهدي. هاي القهر اللعب اقسم بالله شكلك جامد. وين والله شكلك جامد. عمري 40 سنه. وين اب والله يا ولدي لا يا ساتر. عرفت مدرس الرياضيات اللي ما يغيب؟ هذا هو هذا مدرس الرياضيات اللي ما يغيب هذا هو. لوكيا بريكنج باد دافور صلح تحلق واجد ها؟ طالعني طالعني لكني اللمبي ازين ها ازين طالع فيني طالع فيني طالع فيني. هذا الكويتي اللي تنباك شركته. رايد هذا ضرس العقل بالله. كيف وجهه تكفى مو شو قسم بالله عرفت باب الحارة السبك اللي يكنس باب الحارة اللي يمسك البوابة. رايد كيف وجهه رايد قسم بالله يقهر.
مستحيل أقابله، مستحيل أقابله. لا كم تعطي من 10 بمش واحد؟ والله أعطيه 0. شنبة طويل كنا رجلين إياد والله. أبو مشجع هناك اي ضبطني قدام واحد 21000 قاعد احلق قدام 21000 واحد. آه! يا ولد مو طبيعي حبيبي، زرع ذا وش ذا؟ خضار يطلع يطلع باقي الحين بشيله بموس كله. ايه اسمعك يا ولد، شكله شكله طلع كويس ولا وين كويس؟ تكفى. طيب اسمع راي تحدي، انت تحدي دقن. شوف احمد قسم برب الكعبه العب العيال، اسمع اسمع العب العيال زين، لا خلص منهم اقسم بالله لا احلق شعري على الصفر. وانت تعرف راسي كيف بيصير عزه ان اهتم، ولا خليك تحلق شعري على الصفر رامي احمد، حطها بالمقطع لانهم يجحدون وينكرون، فبستخدمها ادله. اسلم يكمل يلا قول قول، انا بس بقرعكم والله يبقى امشي واقرعكم قسما بالله. وانت تعرف راسي كيف زي الكنغر طويل، لو حلقت صفر يصير باص فورتنايت طويل مره والله. لا احلق صفر بس تحدي انا وياك تم. الله دحوم. لا 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 بس بشيل الله بشيل بشيل دحوم. وين بشيل 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 انباقت الشركه يا فيرفول، انباقت الشركه. إلى هنا يا جماعة الخير وصلنا نهاية مقطعنا هذا اليوم. بيكون في تحدي برضو مع رايدة بقرعه، ماشي عليهم الدور بالدور. في تحدي بقناة فيرفول بكمل على اللي باقي هنا شنب. كلها يعني سلسلة متسلسلة. في بعد فيرفول إن شاء الله مين نصف على مين؟ نشوف نشوف بعدها إن شاء الله. أتمنى من لايك واشتراك، أتمنى استمتعتوا في المقطع البسيط اللطيف هذا. نراكم في بث آخر وأيضا مقطع آخر، رابط مباشرة تحت. ولا تنسى تشتري ملابس باور من المتجر وصورة بعد قبل وبعد.